انه احنا امتحنا حنحل بقيه البنات، دخلنا للساحه او للقاعه، سلمونا ورقه الامتحان اللي هي الفيزياء، فبدينا نحل عادي مثل كل يوم. مر نصف الوقت او ثلثه، طبت مدرسه الرياضه وياها معاونه، قالوا هذا امتحان الرياضه وراح نبيع اساميكم، كل واحده تنتبه على اسمها. فبداوا يبيعون الاسامي، لما وصلوا يم اسمي قالت رتاج راجي، قلت لها نعم ست حاضره. قالت من هي؟ قلت لها اني. فالتفتت علي انه انا كنت لابسه حجاب مخالف للمدرسه، فقالت لي ماما هذا بدلي لان ما مقبول. قلت لها حاضر، يعني صار موقف بيني وبينهم. وطلعت وطلعنا، احنا ما طلعنا من الصف، يعني كانت الامتحان 32 سوا بنفس الساعه، يعني ما اللي يقول امتحان الرياضه لازم يكون بالساحه، لا احنا ما طلعنا لان كانت تمطر والساحه غرقانه، فما قدرنا نطلع، فامتحنونا نفس الامتحان بساعه واحده. وكتبتني حضور، يعني شلون تكتب غائبه على اي اساس؟ وانا عندي شهود على هذا كلامي. كل ما نجي احنا حافظين من المتميزين نرفع ايدينا، وماكو يوم يعني ما قصرنا به وما قرينا، ولازم يعني احنا من لازم يعني احنا اقل شيء يقدمون لنا اياه التفوق والنجاح. هاي بالاسلاميه 97، باللغه العربيه 92، اللغه الانجليزيه 92، الرياضيات 100، الحاسوب 99، الفيزياء 94، الكيمياء 87، الاحياء 95، الا الرياضه كاتبتني غياب وصفر. رحنا يوم الاحد الساعه 9، لقيت نتيجتي، قلت لها ست انا الطالبات المتفوقات، اسمي ما موجود وين ناجحات. قالت لي اسمك، حطيت هي اعطتني نتيجتي، قالت لي معيده بالرياضه. من رحنا راجعنا المديره ما تقبل تغير الدرجه، تقول ايه هاي صحيح انت ما موجوده، انت موجوده بالسجلات غائبه، يعني انت ما جايه ما حاضره الامتحان. قلت لها لا انا حاضره وعندي شهود، فهي ما قبلت تغير الدرجه. قالوا تعالوا المدرسه لان اكو لجنه تحقيقيه تريد تحقق بالامر وتعرف. فرحنا دخلنا، قالوا على اساس انه اني ما موجوده بالامتحان، على اساس انه ممتحنه الفيزياء وطالعه للبيت، شلون انا ممتحنه؟ يعني اني بهذا الموقف الصدمه بحد ذاتها هي تشهد علي، رياضه درس رياضه يرسبوني به، على اي اساس؟ اخذت درجاتي معدلي 93 وماكو يعني درس ما مقصرين به، تجي تكتب لي غياب صفر بالرياضه وكاتبت لي فوقها بالشهاده معيده من الرياضه. قلت لها ست امتحن الرياضه دور ثاني وانا من طالبات المتفوقات وعمري ما طلعت دور ثاني، حتى بالثالث متوسط طلع معدلي 91، هسه تجي تقول لي تعالي عيدي دور ثاني بالرياضه؟ تقريبا احنا السته ورتاج السابعه. كنت شهر راسم بالرياضة؟ اي بالرياضة. من تريد تنزل الدرجة بالشهادة، غير تنزل مثلا 90 85 على الأقل، يعني كتبتني هنا غائبة بالشهادة. لو هي من ذاعت اسمي وعرفتني كتبتني غائبة بالسجل. رحنا لقينا فد أسلوب، مو أسلوب مال مدرسة، ولا أسلوب مال إدارة، ولا أسلوب مال مديرة، ولا أسلوب مال معاونة. زين؟ أسلوب لزبالك مال شارع. حتى انا استحيت من يمي، استحيت من قمت اسمع هيك كلمات. فقلنا لها يابا ليش هيك؟ شوف الدرجات مالتها زين، شلون ما تقولي لي ما موجوده؟ انه سوت قلق عندي، شلون بنتي ما موجوده؟ وين راحت لعد؟ يعني معقوله واحد يرسب طالب هيك درجاتهم يرسب بالرياضه؟ اصلا اللغه هو تفعيل اللغه يا اخي، هو اصلا الرياضه حتى قاموا ياخذوه بالرياضيات، ياخذوه انجليزي، ياخذوه على مود تفيد الطالبات. ما اعرف يعني ما أعرف شنو زين. ثانيا المعاونه تقول لي اطلع برا، قلت لها عيب، انا رجل قدام العالم تقول لي اطلع برا؟ يعني انا ما طب ببيتك، انا ما انت موظفه، انت تسوين اللي عليك والله وياك، انت موجوده هنا لخدمه العالم، خدمه الطلبه، شنو تقول لي اطلع برا؟ مو عيب عليك تقول لي اطلع برا؟ يا اخي ما اعرف هن صار هن والمدرسات هيك يعني صوتهن وصل يا باب يا شو اسمه طلع لبرا صوت. بعدين انا استحيت قلت شو اسوي؟ قلت له راح اشتكي اني، تقول لي اني باطله باطله باطله، وروح اشتكي وين ما تريد روح اشتكي. قلت له لا هيك عمي انت مسيطره، بس احنا نروح نشتكي والله كريم. كان املها توصل للطب بس على هيك دراسه وهيك مدرسين؟ لا يابا وين نوصل طب؟ واني اطلب يعني من الجهات العليا يعني تعطي حق بنتي.